كده اهو في مصر، احنا في مصر يا بني ادم. افهم بقى، انت دلوقتي هنا في تركيا، يعني بينك وبين مصر البحر الابيض ده حاله ايه؟ يعني عديته وانت نايم؟ اسم الله عليكي، انا عديت البحر وانا نايم. يسافر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى انقره، الى دوله تركيا والى العاصمه انقره في زياره رسميه. يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى العاصمه انقره. شكرا عسكر. أول زيارة إلى تركيا، زيارة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ردا على زيارة أردوغان إلى مصر. في أول زيارة له إلى تركيا، أول زيارة له منذ توليه المسؤولية، في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم، للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان. هذه الزيارة الأولى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصبه في عام 2014. هذه الزيارة هي الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. أول زيارة وهو رئيس لمصر، ولكن سيادة الرئيس كان زار تركيا الفريق أول عبد الفتاح السيسي إمتى؟ القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي إمتى؟ في شهر مايو عام 2013. هي دي المعلومة اللي أرجو إن أنا بصلحها عند الشعب المصري كله. طبعا العلاقات المصرية التركية شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية، رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة بعد سنوات من التوتر. قول يا شتموني قول. أولا لا عداء مستمر، لا عداء إلى ما لا نهاية، وإنما هناك مصالح. أنت ربما احنا في الإعلام كان عندنا وضع تاني، واحنا كنا بنقابل، لأن احنا ما كناش بنهاجم تركيا كتركيا، كنا بنهاجم تركيا كداعمة للإخوان في هذا التوقيت. عموما دي كانت فترة. تمام جيجوزال تركيا، وبتكلم عن رسائل الأطراف. تطور في العلاقة بين أنقرة والقاهرة. أردوغان قال إن مساعي بلاده مستمرة وتعمل على تحسين علاقتها بمصر. مش بيقولوا الصلح خير؟ طب أنا مش بتصالح ليه؟ طب يا جماعة شكر الله سعيكم، انفضت الجلسة عشان عبد الحميد مش عايز يحكي. يلا خلينا نشوف، خلي تركيا يعني تورينا. أردوغان بيقول مفيش ما يمنع إن احنا نطور علاقتنا بمصر عند المستوى الأعلى. فمن رأس الدولة التركية، من أردوغان نفسه، بأهمية العلاقات مع مصر. أنا عشان كده بقى جاي لك النهارده ومعايا مصلحة هتسندك سندة حلوة قوي لحد ما تقف على رجلك تاني. اختلف معايا اختلاف كده، وكان الاختلاف على قد الاختلاف. أهلا وسهلا، لكن عشان تخش يجيب شنطه، شنط الإيه؟ شنط الفلوس ويخش، بس يجيب إيه يا فندم؟ فلوس يا فندم. الشنط. طب واللي معهوش؟ ما يلزموش. هاخده ايه يا فندم؟ كاش. فكرني بالزمن الجميل، هتعمل كده حبيبي وصاحبي وكفاءة، أحلى قيمة عليك وعلى عينك. إنه هيكون فيه زي ما بقول كده التحرك، وده هيكون في مصلحتنا، مصلحة تركيا إنها تتقارب مع مصر، لكن أنا مع الرئيس أردوغان. أهلا وسهلا. ومع اختلافنا الشديد مع سياسته ومع تبنيه واحتضانه لجماعة الإخوان وعدائه الشديد لمصر، علينا أن ندرك هو عمل إيه صح. حافظة إن دي نكتة. ما عندناش مشاكل مع حد، والله ما عندناش مشاكل مع أي حد. أنا فاكر بس قوي بدأت الكلام بتاعي وأنا على الهوا بقول الشعب المصري ما عندوش مشكلة مع الشعب التركي. لأول مرة أطلع وأقول إن أنا مع الرئيس أردوغان في قراره وبؤيده تأييد كبير كمان. الله يحفظك يا عم عيد، دمك خفيف جدا. الحق 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 يا أمير المؤمنين، الحق أمير الحرامية واللصوص أردوغان. أردوغان لا يصلي، أردوغان لا يقيم الصلاة. ما انا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف. واحد ديكتاتور نازي. انا بسأل هذا الوغد الاحمق الارعن مجرم، وانا بعني الكلمة، الجاهل الحاقد أردوغان، ما لك ومال القاهرة؟ لا هو ما يفهمش غير كده. انا حاخد بلطجي رسمي. انا بحس ان الناس لا هي عارفة ولا هي فاهمة ولا اي حاجة في الدنيا، وبس قدامي ميكروفون بتكلم فيه او جرنال بكتب. لا يا جماعه، دي دوله هتضيع مننا كده. هتتحضروا امتى؟ هتبقوا بني ادمين في هذا الكوكب ابن الوسخه ابن. ما احنا كنا شعوب ودول ما عندناش مشاكل مع بعض، ايه المشكله ان الوضع ده يرجع لكده؟ عشان دي مواقف لا تتغير على الاطلاق. انه الرئيس التركي اردوغان يطلب مقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقعد الاول يا ابني عشان نعرف نتكلم. عين العقل، اقعد بيتك ومطرحك. احنا نعرف لو عايزين نقلب الحق باطل ونقلب الباطل حق، ونعرف نبقى في مره محامي الشيطان ومره نبقى ملاك مجنح بالاجنحه. هنيئا لك سيد حزلقوم، انت زعيمنا. يا صلاة العيد. انتخابات الرئاسة في تركيا. تركيا المفاجأة المدوية، الإعادة. آسف، ممكن تحاكيني تركي أو روسي؟ أنت ما بتحكي عربي، خلاص بدي أحكيك تركي. اتفضل. فأردوغان هينجح بالتزوير. أنا بقول لكم خبر أهو، قبل إعلان أهو، قبل الانتخابات ما تبدأ، أردوغان هو الرئيس الجاي بالتزوير. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فأردوغان زور عشان ما يلا زور. صح. يا ابن الإيه؟ صح. برافو. طب اسمع دي كمان، أردوغان رايح هيمسك رئاسه لحد 2000 مش عارف وكام و70 تقريبا ولا حاجات كده. تعديلات دستوريه تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034 لحد نهايه العمر. يعني النهارده فتره او 2 على الاكثر، مفيش خير ثالث. يعني ديكتاتور مستبد خنق نفسه، ردت في صدره. عايز بس يعني نقطة مهمة أشير إليها، ودي اللي تهمنا كمصريين. نسبة مشاركة الأتراك في الانتخابات قربت من 90% حضور، رغم كل التزوير، رغم الشاي اللي كان بيتوزع. ما عندك يا إبراهيم موضوع الشاي، أردوغان بيوزع رشاوى انتخابية. واضحة الرسالة، الناس أما بيبقى عندها استحقاق انتخابي بتروح. 90% حضور من 60 مليون. أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة أعمل انتخابات، بس شرط واحد، تمن تكاليف الانتخابات ادفعوها أنتم. أجمل حاجة الأكل التركي، شكرا ليك. حلوة، متعوب عليها. عار على تركيا أن يحكمها طاغية. مفيش مشكلة من ترشحك للانتخابات. الناس اللي احتجزت على ذمة القضايا دي، بس احنا افتكرنا القضايا دي لما انا اترشحت لانتخابات الرئاسة. زعيم ميليشيا، عارفين بتوع المافيا؟ أردوغان زعيم مافيا النهاردة. احنا عملنا حاجة لسه يا أحمد السندة، بقول لك إيه؟ تعالى لي في الخرابة بكرة بالليل. ده اللي بيعمله أردوغان، ديكتاتور. آدي أردوغان والناس بتموت وأردوغان بيحتفل. العمر ده بتاع ربنا، والمكان اللي انا فيه ده بتاع ربنا. وقت ما يقول لي يلا هعظم وامشي. كيف يتم استخدام الدين هذا الاستخدام الرخيص؟ كيف يتم استخدام الدين هذا الاستخدام الاخرق الاحمق؟ هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. اوعى خلي بالك، تركيا انهيار اقتصادي، سياسي، امني، في كل حاجه. صحيح بجد يا احمد. ومع ذلك انتخابات رئاسية برلمانية منتظمة ساخنة تحافظ على الشكل الديمقراطي. فاصل. هو في إيه؟ أين المبادئ؟ أين الكرامة؟ قل له أترى حين أفقأ عينيك تفقأ عيننا؟ يا عم سيبنا كمل. خمسة بالحب.